الحديث عن إبعاد لإيران وحزب الله، كيف تقرأ تداعيات أو أبعاد هذه المعركة في جنوب السوري؟ مساء الخير. أعتقد في قراءة مبسطة للأحداث أنه فصل جديد كنا قد تحدثنا عنه من الهجوم على الجنوب، إذا كنت تذكر عزيزي فراس على قناتكم الكريمة قبل 3 أشهر حينما كنا نتحدث عن غوطة دمشق وعما يجري بها. اليوم الفصل يتكرر لكي يهجر الأهالي وتغير معالم المكان ويطرد الثوار، أو يطرد كما يقال، فلنسميهم الجيش الحر المتواجدين هناك، ضمن إطار اتفاق كامل جرى بين الروس والإسرائيليين من جهة، والأمريكان والروس من جهة أخرى، والنظام ينفذ ما يملى عليه، ولكن إيران موجودة متواجدة، مثبت وجودها سواء كانت شريكة مع ميليشيات الأسد أو متواجدة بشكل معلن من قبل الحرس الثوري الإيراني أو ميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابية جميعها. أعتقد أن معركة الجنوب ستطوي فصلا من فصول المقايضة الروسية على الملف السوري، إن كان مع الأمريكي أو مع الإسرائيلي أو حتى مع الرعاة الإقليميين، سواء كانوا عربا خليجيين أو حتى عربا صرت كمصر. نعم سيد عبد الجليل، في الشق الآخر ستيفان ديمستورا يقول بشكل واضح بأن ما يجري في الجنوب السوري قد يقود إلى معركة شاملة في سوريا، ماذا يعني بهذا الأمر؟ لا أعتقد أن السيد ديمستورا واثق من كلامي، أعتقد أن فصل الجنوب سيدفع ثمنه المدنيون بالدرجة الأولى، ستغلق الأردن حدودها بشكل كامل كما تعد دون أي انتباه للمأساة والحالة الإنسانية الكارثية التي تحصل في ذلك المكان. أعتقد أن إسرائيل في الطرف الآخر ستقوم ببعض البروباغندا التي تحاول من خلالها تخفيف العبء عن نفسها، وبالمقابل سيكون هناك حالة من حالات الشد والجذب في التصريحات والبيانات، سامحني لأقول الفارغة غير المفيدة، وسيكون هناك سيطرة كاملة لميليشيات الأسد وإيران والشرطة العسكرية الروسية، وهذا هو الجديد، ستنتشر على الحدود بين إسرائيل أو بين الأراضي المحتلة وبين أراضي سوريا، ستنتشر الشرطة العسكرية الروسية. ولماذا ليس الجيش السوري من ينتشر هناك حتى على الحدود الأردنية؟ يا سيدي، نحن يعني نحترم مهنيتكم في أنكم تسمونه جيش، ولكن يعني هو الجيش الأفغاني الباكستاني اللبناني الشيعي العلوي الاخر، سمي الاوصاف ما شئت، يعني كما يقول البعض، انا لا اتبنى يعني هذه الالفاظ، ولكن هو ميليشيات متبقيه متصارعه فيما بينها، ولا اعتقد ان الروس يثقون بهم لكي يضعوهم على الحدود مع اصدقائهم الاسرائيليين. نعم وصلت فكره.